في طبعتها الخامسة على التوالي أسدل الستار على فعاليات الدورة الدولية في التنس لفئة الأوسط، تظاهرة عرفت مشاركة قياسية لأزيد من 100 رياضي من 31 دولة. هذه الدورة احتضنت أكثر من 31 دولة وهو سيتا ريكور بور نو اتحادية اي تري كونتونت على هذا الوصول تاع الوفود اللي راهم من اليوم الأول هما بريغ اون شارج كوتي تاع ايبرجمون ترونسبور ريستوراسيون. الدورة على كل حال هذه فيها أكثر من 120 لاعب وهذا كذلك شيء اللي رانا جد فخورين به. جينا المستوى طالع مزيان وكنلعبوا كنحسوا براسنا فحال لاعبين في المغرب وما كاينش فرق كبير ومزيانين في التورنوا مستوى مزيان وكلشي مزيان. على مدار اسبوع كامل من المنافسه عرفت الدوره وزياده من 60 مباراه حيث شاركت الجزائر بخمسه اسماء تم اقصاؤهم في الدور الثاني لتصبح هذه الدوره فرصه ذهبيه لتبادل الخبرات واحتكاك اللاعبين الجزائريين بالاجانب. نتمنى باش يكثروا من هذه البطولات لان بهذه البطولات للمستوى التنس الجزائري يطلع، لان بالاحتكاك مع اللاعبين الاجانب والمستوى عالي المستوى راح يطلع اكثر واكثر. ونتمنى من الاتحاديه والوزاره باش ينظموا بطولات كبيره من الجزائر لان الامكانيات ناقصه للاعبين الجزائريين باش يخرجوا للخارج ويلعبوا البطولات. كي يكون هكا تورنوا ولا تصيب معهم تلعب تصيب لي زيترونجي منا اللي يساعدوك اللي تقدر بروغريسي معاهم خير من اللي تلعب مع واحد موف تلعب معاه كل يوم. تما الدورات تساعد باش النيفو تاعنا يزيد يطلع اكثر للفوق. دورة تدخل في البرنامج الفيدرالي والدولي للهيئة الدولية للتنس تسمح للرياضيين الجزائريين تحسين ترتيبهم العالمي في فئة الأوسط